الحلقة التاسعة من تفسير جزء عام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في المستوى الثاني من سورة عما يتساءلون. عندنا سؤال في الآية 18: لماذا جاء الفعل ينفخ مبني للمجهول ولم يذكر النافخ اللي هو إسرافيل عليه السلام، وجاءت فتحت مبنية للمجهول ولم يذكر الفاتح هو الله؟ عنقول أي فعل مبني للمجهول بيكون السبب الاهتمام بالحدث وعدم تشتيت الذهن بذكر النافخ ووصفه لتركيز النظر إلى الفاعل فقط. طيب سؤال تاني في الآية 18: لماذا لم يذكر قيامهم من قبورهم وسيرهم إلى أرض المحشر؟ ليه ما تكلمش على الطريق دوت زي ما احنا خدنا بالتفصيل، تنبيها إلى سرعة هذا الحدث وأن الفاصل بين البعث والإتيان يسير جدا. طيب عندنا في الآية 21 سؤال: ما الدليل على أن مرصادة لها معنيين؟ النار بتبص على الناس والنار بتستناهم تستنى المسلمين وهم بيعدوا عشان تختطفهم بكلابيبها. نقول التفسيرين دول وردين. طب للتفسير التاني ده جبته منين؟ ده تفسير السلف كالحسن وقتادة وسفيان الثوري وموافق للغة وموافق للأدلة، فمدام في شروط يبقى ايه؟ يبقى يجوز. الآية رقم 22 فيها سؤال: مرد على قتادة ان فصل الطاغين مآبا اي سبيلا. لا، احنا الطاغين الصح انها مرجع مش سبيل. طب هذا التفسير خطأ للقاعدة السابقة ان الاصل حمل اللفظ على ظاهره الا بقرينة وفهم، والظاهر ان المرجع والمستقر هو المآب، وقد تفسر بلازم اللفظ لا بمطابقته، لان المآب المرجع والسبيل الطريق الى المآب، فلا وصول الى المرجع الا بسلوك السبيل، فقال دي تلزم دي، بس الاصل ان احنا بنفسر بالظاهر وليس باللازم. الآية 23 السؤال اللي فيها: كيف نحل التعارض بين لابثين فيها أحقابا وبين لا خالدين فيها أبدا؟ بعض الناس يقولك لابثين فيها أحقابا يعودوا كم سنة ويمشوا. لا، التفسير ده غلط. التفسير الصح لابثين فيها أحقابا لازم تفهم بما بعدها، لابثين فيها أحقابا وهم معذبون هذا العذاب الأقل شرا اللي هو الحميم والعصاق فقط، ثم بعد الأحقاب دي يزيد العذاب ويلبسون في الشديد خالدين فيها أبدا، فما فيش تعارض. طيب الآية رقم 23: من رد على من قال لابثين فيها أحقابا إنها منسوخة؟ هنقول الكلام ده خطأ وقول فاسد. ليه؟ لأن القاعدة بتقول لا نسخ في الأخبار، دي من الأخبار ولا نسخ في الأخبار. طب في سؤال في الآية 24: ما الرد على تفسير ابن عباس اللي نقله البغوي ومجاهد والسدي الذي فسر البرد بالنوم؟ مش هيشوف النوم. هنقول ده خلاف الظاهر، والقاعدة عندنا ان كل حاجة لازم تدخل في الظاهر، وظاهر البرد هو البرد، ان هما مش هيشوفوا برد، هيشوفوا حرارة ولن يبرد جسدهم شيء. لماذا فصلنا الغصاق بتفسيرين معا بالصديد المنتن والبارد؟ لثلاث أسباب. أول سبب لأن التفسيرين واردين عن السلف، والسبب الثاني إن اللغة تشهد للاثنين، فغصق بمعنى البرد لو غصق الفجر، وغصق الجرح معنى طلع قيح، فاللغة ترضى ذلك. ثالث حاجة إن هذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى. طب مين القلب التفسير الأولين اللي هو صديد؟ ده ورد عن عطية العوفي وعكرمة وأبي رزين وإبراهيم النخعي وابن زيد وعن عبد الله ابن بريد إنه المنتن. والتاني البارد ده عن ابن عباس وعن مجاهد من طريق ليث. طيب السؤال اللي بعد كده في الآية 25: ما صفة نساء أهل الجنة وكم عدد الزوجات؟ حسب العمل، عدد الزوجات حسب العمل. الشهيد ليه 72 زوجة وكل واحد وعمله. طب ما أنواع نساء أهل الجنة؟ نوعين: يا حور عين يا زوجات الدنيا. الحور العين دول هناخد صفاتهم، وزوجات الدنيا أجمل من الحور العين بسبعين ألف ضعف. طيب بعد كده إيه وصف الحور العين؟ أول حاجة في الخيام لم تنظر لرجل غيرك،
دلوقتي قاعدة في الخيمة عمرها ما شافت رجل غيرك. قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. وقال: فيهن قاصرات الطرف عين. وقال: وعندهم قاصرات الطرف عين. فيهن قاصرات الطرف، وقال: عندهم قاصرات الطرف عين. تاني صفة، اللي قاعدة في الخيمة ما بتبصش لحد، شابة بكر، سنها 33 سنة، وجسد فتاة صغيرة، وعقل فتاة كبيرة، بيضاء في صفاء الياقوت وفي بياض المرجان، لها أجمل الأعين الواسعة، عليها أجمل الثياب، طاهرة من الحيض والنفاس والبول والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وأذى يكون في نساء الدنيا، عاشقة لزوجها تتحبب إليه إلى أزواجه إلى زوجها بالمدح والغناء بأجمل الأصوات. ده صفات الحور العين. طب إيه الدليل إنها شابة بكر؟ قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وقال: لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يطأهن ولم يجامعهن إنس ولا جان. طب إيه الدليل إنها بنت 33 سنة وجسد فتاة صغيرة؟ يعني عقل 33 سنة وجسد فتاة صغيرة. قال الله تعالى: كواعب أترابة. طيب إيه الدليل على إنها بيضاء في صفاء الياقوت وفي بياض المرجان؟ قال تعالى: وزوجناهم بحور عين. الحور جمع حوراء، والشابة البيضة التي يحار الطرف من الجمال. وقال: وكأنهن الياقوت والمرجان، بيض صافية زي الياقوت وبيضة زي المرجان. طب إيه الدليل إن لها أجمل الأعين الواسعة؟ قال الله تعالى: وزوجناهم بحور عين. العين مفردها عيناء، أي لها أجمل الأعين الواسعة، عليها أجمل الثياب. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلعت من الأرض من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بينها ولملأت ما بينهما ريحا، ولا نصيفها الخمار يعني بتاعها، نصيفها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يعني تخيل الخمار وهو عليها خير من الدنيا، وما لو طلع الخمار بقى. إيه الدليل إنها طاهرة من الحيض والنفاس؟ قال تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. طب إيه الدليل إنها عاشقة لزوجها تتحبب إليه وتغني له؟ قال الله تعالى: عربا أترابا، العرب العاشقة لزوجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة، إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط، وإن مما يغنين نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرون. وبقية الأغاني يعني اللي ورد عنهم في الحديث الصحيح. طب ما صفات زوجات الدنيا اللي بيدخلوا الجنة؟ لازم تكون صالحة، جنات عدن يدخلونها ومن صالح من آبائهم وأزواجهم، وتكون لآخر أزواجها، أيما امرأة توفى عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها، ويحولهن الله أبكار. واحدة عجوز جت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عجوز، فولت تبكي فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. طيب مين ده اللي بيؤنس أهل الجنة؟ طب اللي بيؤنس أهل النار حرعين؟ لا. طب نساء الدنيا؟ لا. أما اللي بيؤنسهم مكان بقى الحور العين؟ الحيات والعقارب. طب ايه حجمها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الجنة حيات امثال اعناق البخت، التعبان زي رقبة الجمل، يلسعن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا، وان فيها العقارب كالبغال الموكفة، البغل الموكف البغل المتحمل اتقل الحمل، يلسعن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا. طب أنيابها؟ علي بن مسعود قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسد. قال: عقارب أنيابها كالنخل الطوال. طيب الآية 38، ما الدليل أنه على ترجيح أن الروح هو جبريل؟ أن ده تفسير الشعبي وسعيد بن جبير، وده دليل وده موافق للقرآن.
قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال: نزله روح القدس من ربك. وجميع الأفعال تصح من جبريل. وحديث أنه ملك آخر ده حديث ضعيف. طب إيه أهم الأحاديث الضعيفة اللي وردت عند ابن كثير في سورة النبأ؟ أول حديث: هلك القوم بمعاصيهم الله عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال: هلك القوم بمعاصيهم الله عز وجل. وحديث أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله، وإن السحابة لتمر بها فتناديهم: يا أهل الجنة ماذا تريدون؟ أن أمطركم حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأطراق. وحديث ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ملكا لو قيل له التقم السماوات والأرضين بلقمة واحدة لفعل. دي كلها أحاديث ضعيفة. إبل إبل